السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا على احسن حال. اليوم جيت نقدم لكم كيكه المول العجيب كما كيسميوها المغاربه كلهم. هاد الكيكه كتجي غزاله ولذيذه بزاف، خصوصا بداك الكريمه اللي على الوجه، وكتجي هشيشه وفتيه، وكتجي تقريبا بحال البسبوسه لانها اصلا غادي نعدلوها بالسميد، ما نستعملوش الطحين نهائيا، وبيضتين فقط، وبمقادير جد بسيطه متواجده في اي بيت. كما كتشوفوا احباتي كتجي غزاله وراقيه وسهله جدا، وما كتاخدش بزاف ديال الوقت، مكونات جد بساط، يعني ماشي مكلفه نهائيا. واهم حاجه ان كاين ناس عندهم حساسيه من الطحين الابيض، هنايا استعملنا السميد فقط لانها تقريبا بحال البسبوسه. شوفوا كيفاش كتجي غزاله صراحه، كنتمنى تجربوها. كما كتشوفوا هنا غادي نخدموها غير في الخلاط الكهربائي، كنستعملوا جوج بيضات فقط، غادي نزيدوا عليها واحد كيس فانيلا. كما كتعرفوا فانيلا يعني كتزيد واحد المذاق رائع اي حلوه درناها فيها. كنضيفوا كاس لاروب ديال الزيت نباتيه، وكنضيفوا نصف كاس سكر سنيده حبيبات عاديه، كاس عنبه يعني اللي كنعرفوا ديما القياس ديالو، قبصه ديال الملح، وكاس ديال الحليب بارد. هنايا حكيت واحد القشر ديال البرتقاله باش تزيد نسمنه داك الكيك، وكتعطيها واحد المذاق راقي جدا. نتوما غتجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم، وغادي تولي معتمده عندكم، غديروها ديما. صافي دابا غادي نطحنو مزيان كلشي في الخلاط ديالنا باش كيساعد حتى ديك يعني البيضاتي، يعني كي نطحنو مزيان في الخلاط الكهربائي كيتنفشوا، يعني كتجي الكيكه منفوشه غزاله، ما كتجيش مدقصه. صافي هنايا خديت واحد الطاسه اولا مول، يعني غادي نخويو فيه الخليط ديالنا باش نضيفو له يعني المكونات الاخرين. هنايا ضفت جوج معالق كبار ديال الكوك باش يعطيهم ديك المذاق الراقي. اللي ما كيبغيش الكوك يقدر يعوضو بالطحين، اللي ما كيبغيش الطحين يقدر يعوضو بالكوك، انا كنفضل الكوك لانه كيزيد يعطي مذاق زوين بزاف. غنستعملو جوج ديال خمارات ديال الحلوى، 8 غرام في الواحد، يعني المجموع 16 غرام. من الاحسن هاد الخميرة هادي، انا كنفضلها ديما في الحلويات احسن من الانواع الاخرين. صافي ودابا كنحاولوا نمزجوا، يعني غنطرق اليد وصافي جميع المكونات باش يتجانسوا مع بعضياتهم. هنايا غادي نستعمل السميد الرقيق، كنستعمل هاد الماركه هادي كتعجبني بزاف. هنا في الاول استعملت جوج كيسان عنبه، في الاخر لاحظت الخليط مازال يعني خفيف، صافي زدت له واحد نصف كاس اخر، يعني التوتال استعملت جوج كيسان ونصف ديال السميده الرقيقه. ولا جاتكم عاوتاني ثقيله تقدروا تزيدوا تخفوها شويه بالحليب، ولكن هذا هو القياس يعني الصحيح، هو جوج كيسان ونصف ديال السميد الرقيق. صافي كنزيدو نمزجو ديك المكونات مزيان. هنايا غادي نلاحظ ان المزيج مازال خصو، وعلى حساب النوع ديال السميد، كاين واحد السميد كيشرب دغيا، وكاين واحد السميد يعني كيبقى هكا خفيف. صافي هنا في هاد الاثناء طبعا غيكون عندنا الفرن مسخن على 170 درجه قبل ما نبداو يعني العمل ديالنا،
ومن الاحسن حتى المول يكون يعني دهنناه قبل، غندهنوه بالزيت ونغشو شويه بالسميد. علاش؟ لان نزربو، لان السميد كما قلت لكم كيشرب، ما خصناش يزيد يتقن. يعني هذا الخليط ولا زيتي خليته يستنى غادي يزيد يتقل، كل ما خليته يستنى غيزيد يتقل اكثر. كما كتلاحظوا دابا الخليط يعني هو هذاك في القوام ديالو. ها هو المول ديالنا، مول كيك العجيب كما كيسميوه المغاربه. انا خديت هذا القياس، هذا رقم جوج. كاين بزاف ديال القياسات، بزاف ديال الاشكال، نتوما وما بغيتو. صافي دابا كنفرغوا المزيج ديالنا في القالب. كنحاولوا نوزعوا يعني المزيج مزيان في الطاوه ديالنا باش ما يبقاش شويه ديال الفراغات. وما تنساوش اخوتي تدعموني وديروا لي جيم وابوني باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. هنايا اخوتي دابا غادي ندوزو للمرحله ديال غنصاوبو الكريم ديالنا. هنايا خديت كاس ديال عصير البرتقال مع كاس لاروب ديال الحليب. هاد الكريمه كتجي لذيذه وغزاله. واحد ساشي ديال الفاني، غادي نضيف هنايا واحد ملعقه ديال السكر باش ما تجيش يعني حمطه بزاف، غتجي يعني متوازنه ما بين الحلاوه وما بين الحموطه. هنايا استعملت القشده الحلوانيه اولا كريم باتيسري كما كنسميوها. اللي ما عندوش كريم باتيسري يقدر يستعمل نشا، ضروري لان خصنا الكريمه تجي يعني متجانسه، ما تجيش خفيفه باش تجمعنا يعني الكريمه ديالنا. هنا غنستعمل واحد جوج معالق كبار. ضروري هاد المكونات نخلطوهم مزيان وهما باردين قبل ما نعملوهم على النار، لانه الا عملناهم على النار غادي يتكوروا، غادي يديروا يعني حبيبه غلاط، ما غاديش كريمه مزيانه، غتخسر لينا الكريمه. صافي دابا غادي نديروا على نار متوسطه وما نغفلوش عليها، ديما نبقاو نحركوا حتى يعني تولي كريمه معقوده. ما تنساوش دعموني، ديروا ليا جيم وابوني وتفعلوا زر الجرس اللي هو مهم بزاف باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. كما كتشوفوا اخوتي من بعد ما وجدت الكيكه ديالنا، ها هي الكريمه حتى هي وجدت، كتجي غزاله. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الكيك فازك تقدروا ديروا السيرو ديال الماء والسكر اللي ديجا يعني كلشي كيعرفوا، تفزكوا به الكيك ديالكم قبل ما ديروا هاد لاكريم. صافي غادي نحاولوا نوزعوا لاكريم ديالنا، واخا تكون سخونه ماشي مشكل، ما اصلا ما غاديش تشربها، غتجي مزيانه. واصلا ما خصناش نخليوها حتى تبرد لان غتزيد تعقد وما غاديش نقدروا نتحكموا فيها. وصافي ها هي اخوتي، من بعد ما حطينا الكريم ديالنا زوقناها، يعني الزواق كيبقى على حسب كل واحد وذوقه. عملت شويه ديال ديجا كانت عندي كريم ديال الكراميل على الجوانب. صافي ها هي كيف ما كتجي راقيه، وكما شفتوا المقادير بساط وسهله، وبالنسبه لاي واحد يقدر يديرها من اول مره غادي ننجح معاه، لان كنجيب لكم ديما المقادير مضبوطه. وكنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم ليلي والتتبع ديالكم ليلي. كنتمنى دائما ان شاء الله يوفقني ربي ونجيب لكم دائما الجديد والحاجه ديما اللي كيعجبوكم. وشكرا بزاف، والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.